نبي نستانس، نبي نغير جو. زين ما الحين خليتوني سالفه. احنا اليوم رحنا بيت الناس، مو فشنا ما صورنا وياهم ولا صوره. انا مصوره معاهم من صدق، صور معاهم عشان باكر نصور بكل ربعه وبكل مكان. والله ليش باكر؟ توني قاعده تشيك على حسابها اول باول، ابديت كل شيء نازل. شفتي؟ ها انا قالت لكم كل هذا تسويه عشان تحل حمواتها. خالتي بس ما تسوى، يعني يسوون بوزات ويضحكون عشان يحرون حمواتها. شكو كيفهم؟ تعبانة؟ ها حبيبي. اي توني واصلين البيت، انت وينك؟ دش الجراج. اي يلا باي باي. تمشين؟ اي يما يلا امانك الله، امانك الله حبيبي. يما احلى فقره بس اليوم يعني اتوقع رح ما راح انام راح اذكرها. شلون تعطيني رقم غلط؟ الا اصفار اصفار اصفار. اي خالتي شلون طرت على بالك الفكره؟ عيد عيد. هلا عمتي، هلا بالشيخه، شلونك؟ يلا بسمه. تعال 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 سلم علي، من زمان ما حبيتني. انت اللي تغيرتي من انت الاولانيه قبل دزين واتسابات، الحين لا. يلا بسمه يلا قومي. يلا اقفوا ماكو طلعه. تفضلي تفضلي. دش داخل. اما دش داخل ولا كلمه. ولا كلمه ولا كلمه. ليش عاد عمتي؟ ولا كلمه. انت شلون تجرأتي بيتي وانت بهالحاله؟ شنو يعني؟ شنو يعني؟ شلون تدخل وانت كذي؟ شلون بتاخذ بنتي وتوديها بيتها وانت بهالحاله؟ هداك عمتي ايش صاير؟ ايش سويت انا؟ سويت؟ تحمد ربك ان لا اخوها ولا ابوها موجودين هني، كان صار حكي ثاني. تفضل اطلع برا. اطلع برا. ولما تصحى وتصير ادمي وتعرف غلطك وتسويت، تعال خذ مرتك.